عدنان وقف! وقف! لوين رايح؟ ما بدك تودعنا؟ معقولة يا رجل؟ قال في معك أمور مهمة كتير، هي أنانية، ليش مخبيهم؟ بعده عن طريق طارق، منتظرين على الجهة الثانية من الحدود، هذا هو مخرج الوحيد. مع الأسف، خلاصنا، وخلاص هاي الدولة عليك يا عم. شوف هاد، وخلاص ديالة كمان. كون على ثقة إنه أنت كمان رح تنفذ، أكيد ما رح نقوصك. يلا. وخلاصنا الأخير نحن كمان دكتور، بس أنا جاهز إنه أرمي الكل بالنار لأخلص. أنا مالي مثلك دكتور. الحمد لله على السلامة غريب بيك. خراس يا متخلف، أخدتوا مني ليلة كاملة، تعرف شو يعني؟ ليلة واحدة مني أنا بتساوي ألف نهار لأيام الدولة. ما بيعرفوا شو يعني يرموا غريب بين المجرمين وقتالين القتلة، والله لورجيهم. ما تاكل هم سيدي، ديالا صارت مشفى المجانين، وتقرير جنون صدر. مفكر إنه الموضوع انتهى بهالتقرير؟ شغل مخك شوي، التقرير مانو كافي. مثل كل مرة أنا اللي بزبط كل شيء. اتصل بالرجال وقل لهم ديالا لازم تموت، عم تفهمني؟ بس خلوا موتتها طبيعية، رح تقولوا انه هيك امور بتصير بين المجانين والقصة بتتسكر. طمن طمن معلم، هذا الموضوع سهل كتير. اتركوني اتركوني، انا ماني مجنونة، هن خطفوا ابني وبدهم يجننوني كمان، ما عم تفهموا؟ ليك اسمعيني يا حلوة، هذا اللي عم تعمليه كله على الفاضي، أصلاً كل اللي بيجوا لهون بيفكروا حالهم عاقلين، نحن شبعانين من هالحكي، تحرك يلا. حبيبي يا روحي ما شاء الله عليك، ما شاء الله لك دخيله أنا العائل، لك دخيله أنا، دخيله العائل، دخيله أنا، الله يخلي لك يا يا رب، أعطيني القوة لأقدر يا روحي أنا حبيبي. يا الله يا الله، أعطيني الصبر. يا حبيبي يا حلو ما شاء الله عليك. هذا الولد شو عم يعمل هون؟ أنا ما بدي أشوفه هون أبدا. قومي من هون، يلا قومي، بعدي بعدي انتي وياها، بعدي هاتي. ما بعطيك اياه، هاتي ولا باخده بالقوه. عم قلك ما بعطيك اياه، بعدي عن طريق احسن لك. وقفي وقفي وقفي، حرام عليكي، خليها تشوف ابنها. انت شو دخلك؟ اتركي، عم قلك بعدي عني، اتركي بعدي هيك، اتركيني. هاتي الولد، ما بدي اياك، هاتي احسن لك. وليه؟ ما بدي ما بدي. وقفي، ما فيكي تعملي هيك، القانون بيقول انه ينمنح الولد لدور الايتام، بس ما بيعطيك الحق انك تاخديه منها، هي الام وبحق لها تشوف ابنها امتى ما بدها. عم تعملي لي فيها ابو حميد؟ لو سمحتوا وقفوا وقفي. دخيلك يا بنتي، دخيلك يا دخيلك يا بنتي، بسرعه خذوا الولد. الله يخليك، يلا عاجلوا خذوه، اعطيني عليكم، يلا بعدوا عني، يلا اهدي، هاتوا عليكم، ماشي اتركوا لي يا
امشي يلا. لا تاخذوا مني دخيلكم. خلصينا بقى. استني 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 استني، مو هيك بتضربي راسك هيك. كلكم انتبهوا لحركاتكم والا كلياتكم هيك نهايتكم. يلا قومي قومي يا اختي، قومي معي يلا. هلا هنن ليش اخذوا ابنه؟ مو لازم ترضعوا؟ الولد خلق هون قبل كام يوم، ولما صار هيك اخذوه منا فورا. اعطوني هاي اللعبة اللي معكن. زعيم ما فيني اعطيك اياها. خلاص مرتي واولادي مربوط بهذا الشيء. انا ما بيمزح معي دكتور، يا اما بتعطيني اياها هلا يا اما بتفنكن هون وباخذها منكن كمان. عزو امسك هذا بإيدك. أخي يلي عم تعمله غلط، ممكن توثق فيهم. أنت لا تحكي عالك ما بستوعب هيك أمور أبداً. أنت روح وصلي صلاتك وادعي لك شوي. عزو انتبه علي. أنت متأكد معني؟ يلا روح. ما في مشكلة عزو روح. يلا يلا عزو روح عطية يلا. تعا ابني تعا لهون تعا 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 لا تتمختر. عجل شوي ولك. شو انت ماشي على بيض ولك؟ فكرت والله في هذة أرضية بس الظاهر راسنا اللي عم يهدوا ما ضل عائل فيه بنوب. ولك ولك شو عم تعمل؟ ارموا سلاحكم والا بقتلو. ولك شو عم تعمل؟ ولك انت خاين معلم. اهربوا بسرعه. ولك انت والله هاي بدها قبلي. ولك ولك شو صار لك؟ عم تهجم على اخوك ولك انت جنيت؟ لك بعد هيك بعد ماني معك. اوصوا عليهم اقتلوهم لا تتركوا حدا. عياش عياش أخي هروب يلا. يلا عياش يلا يلا ركض عوام بسرعة. لا حتموتوا كلكن أنا بورجيكن. الله يلعنهم. ألو خلونا نأجل الموعد، ضيعت الداتا. تمام تمام رح جيبه، أنا بدي إياه أكتر منكن. بدي أخلص من هون رح جيب لكم الداتا. ضل شوي يلا رح نخلص إن شاء الله. يلا تحمل بده يأخذ الداتا. هو ما بيعرف الخمسة من الطمسة. اهدي اتركوني. اهدي بقى اتركوني. اعمل لك اهدي. ما بدي اخذ بريك. شو الاخبار يا حلوة؟ قلي اللي بدك اياه وخلصني. هيك عم تتكبري علي؟ بسيطة اسمعيني منيح. قول. غريب بيك طلع من السجن وبده الممرضة ديالة ميتة. ظاهر انك مخربت. انا موظفة ماني قاتلة مأجورة، هذا شغلك انت.
هلا صرتي صاحبة مبدأ؟ نحن منأمر وانت بتنفذي. من امتى تغيرت المهام؟ اللي رح تعملينه رح تنقليها لغرفة خطرة، على اساس ما عملتيها ما قتلت وحدة من الطرد، بهي المرة كمان رح تعملي نفس الشيء. مثل ما بدك، بس اذا الموضوع تكرر رح ينتبهوا علي. بعدين بشكوا مو حلوة. ولك شو بك؟ اللي عملتيه المرة الماضية رح تعمليه هاي المرة بالممرضة ديالة. ها يعني اذا قلتي ما فيك تعمليها، انا رح اوصل الاعمال تبعك هون للجهات المختصة، وبتعرفي كيف بيكون عقابك. شو؟ ماشي، هلأ بحولها لهداك القوش، وبالليل بصلت عليها شي حدا منيح هني، ماشي؟ وهيك ما حدا بشك. ايوه هيك، خليكي عقلي، بس لا تنسي، إذا صار أي غلط بالموضوع رح حسبك، تعرفيني. لا تزعلي، مع الوقت بتتعودي. إذا العادة بتعود ما في مشكلة، بس جنيني بخطر وابني ضايع. أنا واقفة هون وإيدي ورجلي مربطين. كلنا هيك. أنا أبي كان محامي لجرائم مكافحة الإرهاب ضد مجهول. أنا كنت طفلة لما قتلوه. حلفت يمين إنه بالنهاية رح أكشفه، ودرست محاماة، بس ليكني صرت بهالمكان. لبسوني قميص المجانين ورموني هون، وعم بيهددوني بأمي. أنا خسرت هاي الحرب، ووعدي لأبي ما قدرت أوفيه. ما في شي اسمه خسرتي بنوب، لسه بترجعي وبتربحي. شو يرهان؟ شو صار لك؟ يا ريت ما تورطنا بالأساس، على الأقل ما كنت خسرت ابني. رفعنا الدعوة سوا، وجماعة مكافحة الإرهاب أخذوا أخوها وما رجع بعدها، ولأنه أبوها بيعرف رموه بحفرة الأسيد. اتنيناتنا رفعنا الدعوة، بس ليكن حبسونا هون. معناها لسه ما خسرنا، لسه في معنا فرصة لنواجههم. شو رح نعمل؟ رح نرجع نرفع عليهم دعوة جديدة. من أي ضيعة أنتو؟ أنا من ضيعة سهر إختها. قلتي سهر؟ ديالا تعي معي. لوين بدي روح؟ قلت لك تعي معي. قدامي قدامي، يلا. شو عم تعملي؟ لا تتدخلي بشغلي. ما بيصير هيك، ما فيك ترميها هون، هذا القاوش مو آمن، بعدين بيقتلوها هنيك. انت اهتمي بشغلك، يلا تحركي يلا. انت بدك تقتليني مو هيك؟ مين اللي أمرك؟ قادر هو اللي أمرك؟ عم قلك امشي قدامي، امشي. دكيني. الله يرضى عليك يا دكتور، منيح اجيت معي. ما في هون يخلوا ديالا خانم هون، هذا خطر عليها، ممكن تفقد جنينة. إذا عن جد بدك تقتليني، ما في داعي لهي الطريقة. حركي. أنا مو لحالي، هيك رح تكوني قتلتي روحين سوا. كامل استني، الدكتور عم بيقول بده المريضة. وليش بده إياها؟ ما بعرف، قال بده إياها. طيب، خدوها معكن. مبروك عليكي، رح تطلعي من هون. يعني قانونياً ديالا خانم لازم نحولها على المستشفى فوراً. دكتور، إذا ممكن نحكي شوي؟ عفواً لو سمحت. ما رح تسمح بهذا الشيء مو هيك؟ لأنه رفقاتنا ما رح يكونوا مبسوطين أبداً، وبالأخص غريب بيك. خدوا ديالا خانم على غرفتها. اتركوني دكتور لو سمحت. انت شو عم تقول دكتور؟ ليش شو مو واضح؟ حاليا المريضة بحالة اختلال عقلي من درجة عالية. حضرتك بتعرف ما فيني اسمح لها تطلع. حضرتك اكيد جنيت، هذا بيعني انك انت عم تقتلها. لو سمحت يا استاذ، نحن في معنا تقرير شرعي وموقع من فوق. هاي المرة ما فيني اتركها تروح،
رجاء لا تحكي زيادة. خذوا ديالا خانم. يلا امشي. أنا ماني مريضة. يلا. لا تتركوني هون. حجي عبد الله، لا تتركوني هون. حجي عبد الله. هذا خطأ كبير. وأنا راح أضل ورا هذا الموضوع للنهاية. ما فيكم تلعبوا هيك بحياة الناس. أنت جنيتي. قولي لي كيف بترميها بين هدول المختلين؟ مفكري ما راح يعرفوا يعني؟ إذا ما قتلناها هن راح يقتلونا. بس أنت استخدمي عقلك. هاي المرأة مو انحبست عنا هون بتهمة قتل زوجها وقتلت اثنين كمان، وهلأ ممكن تقتل ديالا إذا رميتها معها. ما رح نلفت انتباه. حطي ديالا مع هاي المرأة وخليها تفكر إنه ديالا قتلت زوجها، وبعدين كيف ما كان رح تهجم، وبهالطريقة طلب غريب بيك رح يكون تحقق. عنكن شو بيقولوا؟ معافى عليك؟ لا لا لا، عليك العافية. طلعت من الحبس؟ حضرتك بتعرف مين أنا؟ أنا أكتر مواطن بهالبلد بحب هذا الوطن. هنن رح يعرفوا منيح مع مين علقانين. نحن أصحاب هاي الدولة الأبية، وما رح نكون معهم بنفس الكفة. بكفي، زلمتك عدنان سرق الداتا وعملت اتفاقية مع طارق يا غريب، وهو رح يجيب لي هديك الداتا، وأنا بنفسي رح رجع له مرته وابنه. رجع له ابنه بس، لأنه مرته رح تموت. بس بدي أقول لك شغلة كتير مهمة، لا تثق بطارق. لا أبداً، نحن مو مثلكن يا غريب بيك. نحن بكل وقت بنضمن تحركاتنا قبل كل شيء. أنت لا تفكر فينا أبداً. لكان بدك ترجع معنا، وكرمال هذا الشيء بتعمل أي شيء اللي بدك ياه. ارجع لعند المقاومين، إذا عندهم أي نية إنه ما يرجعوا الداتا السوداء أو حاولوا إنهم يلعبوا بديلهم، حتى وقتها أنت بتدخل على الخط. مفهوم سيادة القنصل، بالإذن منك. حجي عبد الله. حجي. حجي عبد الله، شو عملت؟ حكيت مع الدكتور؟ طلعوه؟ حكيت بس ما سمعني ابدا. اصدر تقرير بحل الجنون ديالا وافرجوا عن غريب بيك. مستحيل. بس كيف هيك صار؟ يا معلم ديالا يا لازم معلم تفوت المشفى فورا. معلم لازم تتعالج دغري. جايين، لازم نروح. يلا بسرعه. ماشي ماشي. يلا يلا شباب. يلا يلا. عشاش شو عملت؟ قدرت تلاقي لابراهيم؟ مع الأسف، بس في عندي كم مصدر بيخلوني لاقيه. شوفي يا ترى، شايف لك نجحتوا بالمهمة. ايه نجحنا، بس هذا الديسك ما فيني سلمه للقنصل. طارق، عيلتك المهددة وهنن بخطر. بعرف زيدان، بس من جهة تانية خلاص الدولة كمان مهدد. يا معلم انت ليش شاكل كل هذا الهم؟ بناخد نسخة من هذا وبيمشي الحال وخلاص. بس ما عنا وقت، كيف رح نعمل نسخة؟ تركولي هذا الموضوع شوي، رح نقيله شي حل. زيدان هذا المكان مانو آمن، وزعيمي بيعرفوا منيح، لازم نروح لمكان أكتر أمان فورا. طارق أنا بعرف مكان آمن كتير، يلا الحقوني. امشوا. يلا خلينا نستعجل شوي. يلا شباب. مبروك عليكي، لقينا قتل زوجك. وين؟ اسمعيني منيح، وبالأول اهدي. إذا ما بدك الإبرة وبدك تشوفي مين اللي قتلت زوجك، تهدي شوي، ولازم تعرفي تتصرفي بهدوء، وإذا هيك لازم تتصرفي كأنك طبتي. وأنا كمان رح أخذك لنفس القاوش تبعها. وين هلا؟ بدي أكلها بسناني. لا تستعجلي، إذا عملتي اللي عم قلك عليه رح تخلصي من كل الموضوع. اتفقنا؟ يلا
لازم نطلع بأسرع وقت من هون، ولازم نلاقي حل لحتى نثبت لهم إنه نحن مالنا مجانين. فهمتوا علي؟ انتبهوا علي منيح، اسمعوني. اليوم رح يجي مفتش لعنا على المستشفى، ومشان هيك اليوم وبكرة رح يكون في تنظيف. المكان هون لازم يكون نظيف، اتفقنا؟ يلا كل وحدة فيكم تاخد شغلة. يلا يلا يا بنات عجلولكم شوي. أنا لقيت طريقة لحتى نقدر نطلع من هون. إذا قدرنا نحكي مع المفتش رح نقدر نطلع، بس ما بيسمحوا لنا نقرب عليه. أكيد في طريقة لنقدر نشوفها ونحكي معه للمفتش، ونحن رح نحاول نستفيد من هي الفرصة ونحكي عن حالتنا وعن الأمور اللي عم بتصير بهذا المشفى. بلا تخريف، معنا يوم واحد بس، يا ترى منلحق؟ ما في عنا حل غيره، رح نجهز حالنا وكل واحدة منا رح تحكي حكايتها، أو بالأصح نحن مضطرين إنه نحكي. لو شو ما صار يصير لازم نطلع من هون، كرمال الجنين وكرمال إبراهيم، والأهم من هيك كرمال إنه نخلص هاي الأراضي من كل هدول القتلة المجرمين. هاي اللي قتلت زوجك. فيكن تقضوا الليلة هون. شو هذا المكان يا ترى؟ أنا رايح طارق مشان لا إبراهيم، هذا وعد مني إلك. شكله غريب كثير معلم، هذا مو مثل الأقراص الصلبة الثانية، هذا مخارجه ما أخده غير، لازم يكون له كبل خاص. إذا لقينا هذا الكبل أو عملنا واحد مثله هيك رح نقدر ننزله على الكمبيوتر، وبعدين فيك تروح وتعطي الأصلية للقنصل. القصة ما بدها أكثر من هيك. يعني رح تكون سهلة؟ تقريبا. عملية التمثيل سهلة، يا منلاقي الكبل أو منعمل مثله، هي هي اللي صعبة معلم. بس بتعرف أنت إنه صعب، نحن بنعمله فورا، والمستحيل بياخد شوية وقت. يعني مدام هيك بلا ما نضيع الوقت، أعمال اللازم فورا. إيه إذا قدرنا نتلل لشي إنترنت بناخد اللي بدنا إياه والقصة بتخلص. أعمال اللي بتقدر عليه بسرعة. كرمو أنت كمان روح معه. بيصير. تمام معلم، لا تاكل هم. يلا بالإذن معلم. يلا الله معكم، يلا خذوا لحالكم منيح. زيدان، عياش، ارتاحوا. تمام معلم. وأنت ريح بدنك شوي. ولك اسحك طالع أي صوت. انت الهارد، هات الهارد، اعطيني الهارد فورا. تفضل. لا تاخذني. لا ولا يهمك، اهلا وسهلا. لازم لاقي ابن وردة طارق. لسه لهلأ ما سامحتني. شو عملوا؟ شو صار معهم؟ ما بعرف. بإذن الله كل شي رح ينحل يا زيدان. لما نوصل هذا الديسك للمدعي كل شي رح ينحل، وهنن بتلاقيهم وبيسامحوك إن شاء الله. إن شاء الله طارق. طمني، لقيتوا جثة ابني شي؟ جبتوها؟ بخصوص الجثة لا تاكلي هم، بس انت جبتي البقيان من المصاري؟ ليكن هدول المصاري. الجثة هون تركتها ورا، فيكن تتصرفوا فيها. ابني نزار يا ابني، ما كان لازم يصير هيك يا روحي. آخ هيك بتجيني جثتك يا ابني. أمي الله يخليكي اهدي شوي. أمي يا أمي طولي بالك. آه
أمي لازم نكون قوايا. أمي إذا ما رح تقدري لا تطلعي. كيف ما بدك يعني اطلع؟ شو هذا ابني؟ مو هو؟ نزار أمي هذا مو ابني نزار. بدي نزار أمي. بدي نزار. بدي نزار أمي مشان الله أهدي شوي. بدي ابني. بدي ابني. أمي وافي لوين رايحة؟ بدي ابني. الأشقياء من هون والمسعودين من هون. طيب أنا شو بكون؟ شقي ولا سعيد سيدنا؟ روح بهذا الطريق رح يطلع بوجهك بابين، واحد هو باب الأشقياء والتاني باب المسعودين. المكان اللي انت رايح له رح ياخدك لعنده، والمسعودين إلهم الحياة الأبدية والأشقياء العذاب الدائم. رح تكون صعبة، صعبة كتير. الحمد والشكر يا الله، ألف حمد وشكر لك. وردة شو عم تعملي هون؟ وردة شو عم تعملي؟ وردة عم ترميني بالنهر؟ وردة لا تعملي هيك فيني. وردة سامحيني يا وردة، بخيل الله تسامحيني. يلا لا تتركيني بين الأشقياء يا وردة، لا تعملي فيني هيك. لا تعملي هيك، لا تتركيني بين الأشقياء يا وردة. وردة لا. اي 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 زيدان. زيدان زيدان. ايه ما فيني شيء. شو بك انت؟ منيح؟ مو منيح. شو في؟ كنت بين الاشقياء طارق، وكنت بين اللي بعتوهن على جهنم. رحت لهنيك لانه وردي ما سمحتني. خير زيدان، خير ان شاء الله. هذا حلم، لا تاكل هم ابدا. اكيد بيجي يوم وبتغير الوضع فيه. اذا ما سمحتني وردي رح ضل بين الاشقياء. والله حالتي بالويل هلا. هاي المرة لازم تسامحني. هذا الحلم مو سهل يا طارق، كأنه كان إنذار لي، كان تنبيه كبير. لازم أعمل شي يا طارق وبسرعة. طول بالك، أنا بحكي معه ومنحل هاي القصة إن شاء الله. شكرا طارق. اتركوني اتركوني، بعدوا عني، أنا ماني مجنونة. هداك ما كان ابني. بوس إيدك لا تعملي هيك. ابني مو حيوان. أمي بترجاكي. أنا ابني ما كان حيوان. أنا ابني مو حيوان. أمي اصحي لحالك بقى، اصحي. حيوان. أمي دكتور فراس، ديالا خانم حابة تحكي مع حضرتك شوي. مريضة شو بدها تحكي معي؟ لما بعينها بحكي معها أنا. عندها أفكار كتير حلوة وحابة تشاركها مع حضرتك. خدوها من هون، ما عندي أي وقت لحتى ضيعوا معها. لا تخاف، ما رح لوم حضرتك على التقرير يلي كتبته فيني،
ما رح أسأل عن التقارير يلي كتبتها بالباقين كمان. طالعيها من هون يلا. حابة إنه أعمل لعبة حلوة مفيدة كتير لما رح يجي المفتش. هنن محتاجين لهذا الشيء، يعني شوية تغيير بسيط بحياتهم. وحضرتك كمان بحاجة البرستيج، ورح تكون ورجيت الكل كيف أنت عالجت مرضاك بشكل صحيح ومنيح. ما في داعي لهالشي. بترجاك دكتور خليهم، لا تحرمهم من هذا الشيء، كلهم بدهم هيك. بعدين شو الضرر إلك دكتور؟ طيب ماشي. شكراً كتير إلك. يلا. أنت كيف بتسمح بهيك شيء؟ مو بكل الحالات رح تموت، تركية تلتهي، ما رح تشوفه للمفتش حتى. أنا أبي مو حيوان، مو حيوان، مو حيوان، مو حمار، مو حمار، أعطوني أبني، اتركوني يا خوالي، أنا أبي مو حيوان، مو حيوان. خالتي وردة؟ خالتي وردة؟ خالتي؟ واقفة لوين رايحة؟ ديالا مظفر شوفي، كان بدها ترجع جثة أخي من التنظيم، ولقينا واسطة وعطيناه كل اللي معنا، بس اللي بعتولنا إياها كانت جثة حيوان. أمي شافتها الشوفة وجنت. روح لعند زيدان واشرح له الوضع منيح، وقول لطارق يروحوا لضيعة سهر، خليهم يدوروا ويلاقوا أبوها وأمها، واقنعوهم يرفعوا دعوة. ليك بنتهم موجودة هون، بيعرفوا شي كتير، ضروري تخليهم يعملوا هيك. وليه؟ شو عم تحكوا هون؟ خديها من هون. يلا يلا خديها، خبرها فورا. يلا 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 يلا. يا ربي دخيلك يا ربي. بسم الله. شو يلي صار؟ راسي عم يوجعني. كرمو عزو شوفي عجاج الوقع معلم، طلع خاين أخذ الديسك وراح. كرمو شو صار؟ مو على أساس بدكم تحموا بعض؟ خربتوا الدنيا ولك، ما منكم فايدة. أخ تفضل سيادة القنصل. برافو عليك عجاج. شو رح نعمل هلأ طارق؟ ما عم أفهم شي أبداً، كيف بيعمل هيك شي؟ لا تضايق حالك معلم، غباء منا نحن، ما عرفنا نحافظ على علبة سودا أنا وهذا الفدان. كان فينا نخلص منهم كلياتهم، وكنا كمان رح نكشفه. بالوقت اللي ديالا بمشفى الأمراض العقلية، غريب عم بيتنعم وهو مرتاح. كل شي انتهى، كل شي ضاع. ما انتهى ابني، ما انتهى. عجي مظفر، 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 لك وين اختفيتوا انتو؟ أمي جنت يا أخي زيدان، بدل ما يجيبولنا جثة أخي بعتولنا جثة حيوان. يا الله دخيلك ساعدني لحتى أقدر صبر هاي المسكينة شوي، على الأقل خليني لاقي جثة ابنها. منلاقيه ابني، رح نلاقيه إن شاء الله. مظفر عنده حكي، هو أهم بكتير هلأ. أختي ديالا قالت مشان تروحوا لعند أبوها وأمها لسهر، هنن كمان قسم الإرهاب غدروا فيهم، قالت إنه أختها بالمستشفى وخليهم يرفعوا عليهم دعوة. عائلة سهر ثلاثة، هي وحماتي وحمايي. ديالا مع حق يا زيدان، ديالا مو المغدورة الوحيدة، في مية ويمكن آلاف المغدورين كمان. إذا قدرنا نصلي والكل رفع دعوة عليهم، هداك الوقت ممكن إنه نمحيهم من الجزور. حدا بيعرف ضيعة سهر؟ أنا بعرفها معلم، رحنا لهنيك كذا مرة، إن شاء الله بتنحل. يا مقاومين مستعدين لتقضوا على غريب وأتباعه كلهم؟ مستعدين. مستعدين تخلصوا هاي الأراضي من هدول الأنجاس الأندال؟ مستعدين. مدام هيك الحقوني رايحين لهنيك. تبه لحالك لحتى نرجع إن شاء الله. الله يا الله أخ يا راتي. تسلم إيدك. أختي سهر لا تروحي، لا تروحي. سهر أختي سهر لا تروحي، خليكي عنا. سكوت سكوت.
سهر بنتي. ليش اجيتي؟ وليش رايحة سهر؟ مو قدرانة تطلعي بوجوهنا مو هيك؟ يعب الشوم عليك. أمي سامحيني مشان الله، بابا سامحني، بابا بوس ايدك. بسببك مكافحة الإرهاب اجوا أخذوا أخوك، قالوا إنه إرهابي وما في عنه أي خبر. ونورهان لحقتك على الجبل، أنت دمرتينا، دمرتينا كلنا. أمي كنت صغيرة، جاهلة، دخيلكم سامحوني، أمي بوس ايدك. لا تورجينا وشك مرة تانية، روحي من هون، روحي للمكان اللي اجيتي منه، لا عاد ترجع لهون. لا أم إلك ولا أب كمان. الحقيني يا مرة. لحقت أختي على الجبل، وكمان مكافحة الإرهاب أخذت أخي وما رجع. أنا كمان نسيت حالي وصدقت القضية، حتى هذا الحقير أوندير شبه حاله برب العالمين. أخذوني لبيت اسمه بيت الاختبار، ومن أول يوم إلي هنيك أوندير تسلط علي، ومن دون ما أشوف الضوء استمر لأيام، وبعدين تركوني. ما قدرت أرجع الضيعة من خجلي، وقعت بإيد مكافحة الإرهاب، وهنن كمان تسلطوا علي وضربوني كمان، وبالنهاية نفدت منهم. بس كان الوقت تأخر لأنهم حبسوني هون. هدول يلي رح تحكيهم، بس هدول، ورح يعرفوا إنك مانك مجنونة، وأكيد رح يرجع لك ابنك. أنا بعتت خبر لطارق، هنن كمان إذا قدروا يقنعوا أهلك رح يقدروا يفتحوا الدعوة من جديد. قاتلي! قاتلي! وقفي، شو عم تعملي؟ وقفي! شو عم تعملي؟ بعدي عنك شوفي! تركيني! لا! بعدي عنك! بعدي عنك! حقيها! مجنونة! عم قلك انت فيها! بعدو! اتركيني جوزي! الله لا يوفقك! بعدي عنك! عم قلك بعدي عنك! خلصيها! بدك تركيها! يا خلقتيها يا ابن العيال! تركيها! بدي قلك! بعدي! بدي بعدي! بعدي هلا! بدي قلك! شايفة عمايلك؟ يلا قومي معنا لبرا، قومي يلا امشي يلا قومي قومي. وانت كمان رح تروحي على المنفردة. يلا يلا يلا. انت شو عم تقولي؟ انا مالي ذنب بنوب، هالمرة كانت رح تقتلني. هلا ملاحظة شو عم تعملي حضرتك؟ كل واحد على شغله يلا. بس انا ماني عاملة شي، تركيني بعدي عني. ورد، وردة، طارق، وردة فقدت عقلها. يمكن بالنسبة لي الطريق انسد. المرأة ما لها وعي، كيف رح تسامحني؟ أنا انتهيت طارق. إذا هي فقدت عقلها يعني أنت كمان تفقده؟ أعمل لك شي شغلة لحتى الله أنت وهي يرحمكم برحمته. معك حق، بس الإنسان لما بيقرب من الآخرة بيزيد عنده الخوف، ووقتي أنا عم يخلص. جواتي في خوف غريب. إذا بتخليني روح دور بركي بلاقي جثة هالولد، بركي المسكينة وقتها، بركي بقدر خليها تسامحني. يا ترى بتسامحني؟ روح زيدان، ما بعرف إذا بتلاقي نتيجة، بس اللي علينا إنه ما ننتظر نتيجة. أنت ساوي اللي عليك ولا تتدخل بالأمور الإلهية، أكيد وقت الله رح يسامحك. وكلياتنا بالنهاية عم نحاول إنه نكون على طريق الحق. آمين آمين. يا شباب سامحوني. معلم لوين؟ لوين رايح معلم؟ شو بدي أعمل من دونك؟ إلهامي كله باخده منك، إذا ما بترحم حالك على الأقل اشفق علي. لا تقول هيك أخي عزو،
أنا مو من الملهمين. أنت هيك بتقول لحالك عزو. استنوا شوي، لازم حل هذا الموضوع وإلا بكون انتهيت. خلص اتركوا عزو، عنده شغل بيخلصه وبيرجع. ايه ما كنت بعرف في ملائكة مثلك بالدنيا. أنت اللي فجرت القنبلة الحقيقية، ضربت لي الشخصية تبعي مهلي. عياش تعال. أخي كرمه. معلم انتبه لحالك ماشي؟ لا تأكلها. طارق الله يكون بعونكم يا رب. أخي انتبهوا. يلا خاطركم.